السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ انا هشرح النهاردة الانتجومنتري سيستم، هشرح فيه البيرن، وده الجزء الاول. الجزء التاني هيبقى النيرسينج مانجمنت، وهيتشرح بعد ده على طول. تمام. هنتكلم بيرن، هنتكلم كده نوضح انه البيرن is a type of skin injury. طالما السكن اتجرح بأي جرح، بيرن، ووند، اي حاجة، بقى اسمه انجري للانتاكت سكن. تمام. الدبث، العمق بتاع البيرن بيتأثر بالحرارة والديوريشن اوف اكسبوجر، هل الحرق ده يدوبك كده لسع الشخص، ولا فضل يعني الاكسبوجرينج او ديوريشن بتاع الاكسبوجر كان عالي قوي، التايم كان كتير. تمام. فده هينتج عنه حاجات كاتاستروفيك، كارثية effect on people in term of human life with suffering, disability and financial loss. Incidence according to WHO قال لك ان البيرن resulting in the loss of approximately 18 مليون daily، 18 مليون بشكل يومي، and more than 2 مليون ونص يعني ناس بتموت each year، more than 90% of which are in low and middle income countries. للبلاد تحديدا، النسبة دي للبلاد تحديدا اللي هي مستوى الدخل متوسط واقل من متوسط. تمام. لسه بنتكلم فيه. قال لك ايه بقى؟ بتكون عميقة قوي، لان المادة corrosive agent continue to cause coagulative necrosis until completely removed. اظن الصور مبينة بشكل واضح جدا. تاني حاجة electrical burn، ده حرق عن طريق الكهرباء. it occurs with fault، عندك ايه؟ faulty electrical wiring. انت ممكن تكون مسكت بس البتاع ده بالغلط، السلك يعني، او الحالة يعني، بعد الشر عنكم. اوكي. فهتنتج عنها critical internal injuries. احنا شايفين الصورة بصراحة موضحة من الاخر. radiation burn، ده exposure to radiation. هتيجي منين بقى؟ radiation burn is sun burn. ممكن حروق تصل، يعني الناس اللي بيحبوا ياخدوا تان او يغيروا لون، ياخدوا حمام شمس زي ما بيقولوا. كتر الاكسبوجرينج للشمس بيجيب burn، زي ما احنا شايفين كده صورة الفيميل اللي قدامنا دي. طيب high exposure to x-ray during medical imaging، حتى في العلاج او في التشخيص، medical imaging او radiotherapy من ضمن حتى لو حالات كانسر او كذا، can also result in radiation burn. يعني من حرارة الشمس، وتاني حاجة من ايه، even لو حتى في الميديكال ايميجينج او راديو ثيرابي. خلي بالنا من الكلام ده عشان ممكن يجي لنا صح وغلط. It's called burn. It's a form of burn from heated fluids such as hot oil or boiling water or steam. or steam حتى انت يعني احنا سمعنا ناس البخار نفسه تسبب في حرقها، زي الحاجات اللي هي الصور اللي قدامنا دلوقتي، زيت وقع على ايد حد، ربنا يحفظنا ويحفظكم، ميه مغليه، ده اسمه scald burn. طيب inhalation injury it occurs as a result of exposure to asphyxiants. ايه الحاجات اللي بتسبب الاختناق؟ زي كربون مونوكسيد او الاكسيد الكربون and smoke. طيب inhalation injury يعني جاية من التنفس. طيب حلو قوي. commonly occurs with the flame injuries اللي هي الحاجات اللي جاية من اللهب والكلام ده. طيب the victim is trapped in an enclosed smoked filled space. العيان اتعلق، trapped او اتحبس في مكان مقفول مليان ايه بقى؟ smoke filled space، المكان اللي هو فيه مليان دخان. cold injuries acute cold injuries from industrial accidents. ممكن تيجي من اللي هي ايه، الصناعات، او اللي هي اللي بيسموها المصانع. تمام. exposure to liquid nitrogen and other such as liquids اللي هي ايه will cause epidermal and dermal destruction. حتى في الصناعات اللي هي بتعتمد على cold اللي هو industrial accidents، او اللي هو المصانع اللي بتعتمد اللي بينتج منها، بتشتغل في حاجات زي اللي هي الحاجات اللي هي
الساقعة والكلام ده زي التلاجات والكلام ده، الاكسبوجر تو ليكويد والحاجات دي كلها ممكن تكون مؤذية جدا، ممكن تجيب ايه destruction للإبيديرمال والأنديرمال. الريسك فاكتورز زي ما احنا شايفين كوكينج ستوبس، عندنا ادي هنا اللي هو البوتاجازات والوقود اللي هو بتاع الموقد الصغير ده، وفي هوت ليكويد، وفي حتى ايفن السموكينج، وفي الماتش ستيكس اللي هي ايضا او الثقاب بتاعه الكبريت، وهوت اوبجكتس، حد ماسك مكوه زي ما احنا شايفين. لو رجعنا للصوره دي نورمال اناتومي اوف سكين، احنا شايفين اهو الاستراكشر بتاع النورمال اناتومي اوف سكين، عندنا الديرمس والابيديرمس، عندنا السبكتينيوس لايرز، عندنا يعني ده قطاع طولي من السكن ماشي ازاي، وادي هنا عندنا الهير ريكتورز ماسل، وعندنا كل حاجه، وادي البلاد فيزلز، رائعه موضحه بقى عشان لما نيجي نقول بعد كده نتكلم في السيفيريتي اوف بيرن، وهنتكلم على الديجريز بتاعتها دلوقتي. كلاسيفيكيشن اوف بيرن، عندنا اون بيزس اوف ديبث، ادي في العمق، عندنا سوبرفيشال فيرست ديجري، سوبرفيشال بارشال ثيكنس سكند ديجري، دي فول ثيكنس ثيرد ديجري. اوكي، اون ذا بيزس اوف سيفيريتي وي هاف ماينر، وي هاف مودريت، وي هاف ميجر. اهي هو بس في ريدنس كده، هناك لا، في بليسترز اللي هم بربيئه او فوقيه. دي فول ثيكنس ديجري، ده من الحاجات العظيمه جدا، ربنا يحفظنا. ده بيجي بقى مفيش، بيبقى خلاص العيان فقد الالم لان كل مراكز الالم اتحرقت. اول سكن لايرز انكلود اندرلاينج الماسل، حتى الماسلز والتندون الاربطه بتاعتها والليجمنتس، كل حاجه والاوتار كل حاجه اتحرقت. بيرن سكن از واكسي وايت، وساعات بيبقى بلاك tend to be painless، وعندنا slow rate of healing، طبعا بياخد وقت عظيم عشان يخف او يلتئم. usually require skin graft، دائما يحتاج skin graft او ترقيع لهذه المكان او هذا. for the minor بيقول لك اقل من 10% of total body surface area burn in adult، وفي 5% لليونجر اند اولدر patients older، هنا ال old age 2% for thickness burn، ده ايه الماينر، ده by American Burn Association. قال لك المودريت ده second degree of burn، والنسب هو جايب لك هنا بس بيعرفك ان في نسب، يعني قال لك انه هنا ال second degree عندك من 15 لـ 25% of total body surface area in adult، او اقل من 10 لـ 20 in children، و third degree burn اقل من 10 ماشي of total body surface area without involvement of special areas like eyes وال ears عندك ال face وال brainium. excludes all electrical inhalation injury and also extremities أو extremes of age وال poor risk. طيب ال major طبعا second معاها وال third كمان ومدينا نسب. involve special areas like eyes وال ears وال face وال ال hand ال brainium. electrical or inhalation injury concurrent trauma and all poor risk patient. classification by service area. actually البتاع الحته اللي بقولها دي طبعا انا يا جماعه انا حابه اشرح لكم بسرعه بس عشان تبقوا معايا برضو في القصه دي، الجزئيه دي انا بحبها قوي، والجزئيه دي ما كنتش هتفهمها يبقى مش هتطلع من البرن بحاجه، حاجه مهمه جدا تعرفوها. تمام، total body surface area can be calculated، لان we will calculate. اذا ممكن نجيب لك مسألة في الاجزام في هذا الكلام، حاجة هنوضحها دلوقتي فانت تحفظها وتبقى عارفها. طيب حاجة اسمها rule of nine، قانون التسعة. ايه الموضوع الجميل بتاع قانون التسعة؟ قال لك ان الface anterior، الface تسعة ورا الفيس في الـ سوري الـ الراس من ورا والقفا، انا بعتذر بس معلش هي كده تسعة برضو، يبقى قدام ورا تسعة، الفيس قدام ورا. طيب الدراع تسعة قدام ورا، يعني الحد من فوق كده، من الجوينت فوق، او بيسميها ايه عندنا احنا، من الشولدر فوق لحد الالبو دي 4.5،
ومن القلب لحد تحت 4.5، يبقى المنطقة دي كلها 9. والإيد التانية نفس الشيء. عندك بقى الرجل بقى عشان هي أطول، من فوق، من عند البلفس لحد النيه 9، ومن النيه لحد تحت 9، يبقى التوتال 18. البرينيم اريا 1. طيب قدام وورا بالنسبة لي الصدر والبطن، وهيقابلها على طول الاتجاه المخالف اللي هو ورا الظهر، اللي هو يقابل الصدر على طول، الكونتورنج ده، واللي يقابل البطن الظهر. طيب قال لك ان الفرونت عندك 18% لحد التشيست. طيب من التشيست لحد قبل البرينيم 18، تمام، يبقى 18 فوق و18 اللي تحتيها، ويقابل ال 18 دي 18، ويقابلها فوق لحد ما اللي هو الكونتورنج اوف ذا تشيست، عندك 18%. للاطفال قال لك انه 18% الهيد، تمام، وزي الادلت بالنسبه ل 18 و18، وهنا 14 وهنا 14. في فروق هنا بالنسبه للاطفال على اساس الطول وعلى اساس العمر وعلى اساس الوزن وعلى اساس حاجات كتير، اما للادلت ثابت 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 جدا. اوكي تمام، موضحه جدا مع هذا الكلام. effects of burn injury، شوف الافكتس بسرعه على البلمونري سيستم. البلمونري اللي هو طبعا الجهاز التنفسي، عندك هايبر فنتليشن ديو تو انكريز ان ريسبيراتوري ريت والتايدال فوليوم، عندك هايبر ميتابوليزم لان العيان يعني الهايبر فنتليشن هيجيب معاها هايبر ميتابوليزم، او اللي هو عمليه اللي هي الاستقلاب بشكل سريع، كله بيساعد علشان خاطر العيان يقدر ياخد نفسه. انهاليشن انجري ليد تو فورميشن اوف كربون او كاربوكسي هيموجلوبين، ليد تو تيشو هايبوكسيا. طيب دلوقتي في حاله الانهاليشن انجري بالذات اللي هي الحرائق، لما يبقى حد عالق في منطقه فيها حريق ومفيش هواء بالنسبه له، في عنده كاربوكسي هيموجلوبين. اولا واخيرا الهيموجلوبين بيعشق الكربون المونوكسيد، بيعشق، عشان كده حتى الفيكتيم مش هيحس انه ممكن مات او اتخنق، لان بيدخل، لان بسرعه الهيموجلوبين ريدي تو اتاتش مع الكربون مونوكسيد جدا جدا جدا، ليد تو تيشو هايبوكسيا، خلاص العيان بيروح. طيب دايركت انجري ليد تو ايديما والسريشن وديكريز في البرونكو سيلري اكشن. طيب عندنا ايه تاني؟ ديكريزد برونكو سيلري اكشن ليد تو، عندنا تراكو برونكايتس اند اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. ما هو الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم؟ اتس ا لايف ثريتنينج لانج انجري ذات الاوز فلويد تو ليك انتو ذا لانج. اللهم احفظنا. طيب دلوقتي بيقول لك دي حاجه بتهدد الحياه مباشره، اللي هي بتساعد، يعني ايه اللي بيهدد الحياة؟ وكمان مش بس كده، بتسمح للفلويدز، هو عادة المفروض يبقى فيه فلويد اصلا، to leak into the lung، ان هي تتسرب داخل اللنج. طبعا الفلويد مش مكانها الرئيسي اللنج، okay؟ فحجرة جدا. بيقول لك هنا the persons trapped in enclosed space، اللي هم الناس العالقين في مكان مقفول. burn of the head والنك، inhalation of hot gases causes a thermal burn to the upper airway، release histamine وسيرتونين، تمام، الحاجات اللي هي بيسموها اللي هي معلش ثانية واحدة، انا حابة بس اوضح حاجة بسرعة عشان دي حاجة مهمة قوي. هنا انا كاتباها جنبي هنا عشان نتكلم فيها. دي حاجات اللي هم الثلاث حاجات اللي بيفرزوا الهستامين، انفلاماتوري دي ميدياتورز، حاجات بتفرز بس لما يحصل مشاكل زي التهابات او كده، بتحصل حاجة استجابة على المستوى السيستمز بتاعة البادي، بيحصل ايه؟ ان هي بتقلل البريفرال فاسكولار ريزيستنس افتر بيرن انجري، يعني بتخلي عملية ايه، يعني عارفين الرجي كده،
حاجة يعني خلاص فوران في الجسم كله خلاص كده، فدي بيقلل peripheral vaso عندنا او vascular resistance after burn injury. خلاص causes stridor. طيب بعد ما الحاجات دي اتفرزت وفي injury في ال inhalation، stridor يعني ايه؟ العين كأنه ايه، زي ما احنا اتكلمنا صوت الاسترويدر ازاي وسمعناه بالسماعة وسمعنا الفيديوز المعبرة عن ده، وفي cough and respiratory problems، في hypoxia, acute respiratory distress syndrome and respiratory failure في الاخر and the case may be died as you know. Flow shift vasoactive substance زي اللي لسه جايبين سيرتهم، vasoactive substance اللي هم inflammatory mediators اللي هم زي الهيستامين وكده ماشي، release dobifraso change capillary integrity. طيب بيحصل ايه في الشعيرات الدمويه؟ التكامل بتاعها او allowing plasma to seep into the surrounding tissue، بيخلي في تسريب ان هي تطلع في ال surrounding tissue، increase the capillary permeability خلاص بيخلي في سماح من الشعيرات الدمويه ان هي تسمح للصوديوم ايونز to enter the cell and the potassium ion to exit. خلاص كده طيب بتخلي الصوديوم يدخل وتخلي البوتاسيوم يطلع، lead to increase in intracellular and interstitial fluid that depletes، ده بيقلل ايه بقى؟ intravascular fluid volume. طيب hemodynamics is alert طبعا بالنسبه للبلاد بريشر، بالنسبه للبالس، بالنسبه للريسبيريشن temperature. Hemodynamics means the vital signs, mainly vital signs in addition to oxygen saturation in the blood. Gastrointestinal tract shunts blood to brain may lead to damage of other body language. لما يحصل ان البلد اللي بيرايح للدم يحصل له مشكلة هيحصل damage لبقية الأورجانز في البادي، lead to oliguria. الحاجات دي كلها بتقلل خروج البول أوليجيوريا يعني الـ في كمية البول قليلة قوي. هايبوفوليميا may lead to acute renal failure، ان ما هو مش واصل للكيدني عشان تشتغل، مش واصل لها ايه فلويدز ومش واصل لها الحاجة بشكل كامل زي ما احنا اتكلمنا في التشابتر بتاع urinary tract infections وهكذا. لاك of blood supply to intestine causes gastrointestinal dysfunction. الحقيقة مش واصل دم للانتستين هتشتغل ايه؟ dysfunction هي بتبقى في صعوبة في ان هي تشتغل بالطبيعي بتاعها. small superficial lining erosion. erosion يعني تآكل في الاستومك والديودينم occur. لما يحصل dysfunction الحقيقة هيحصل برضو ايه؟ الاروجن. خلاص كده الاتنين مع بعض، كل ده عشان ما فيه circulation. in the left او in left untreated، لو احنا سبنا الحاجات دي if left يعني سبناها untreated وما تعالجتش هتعمل حاجة اسمها curling ulcer and gastrointestinal bleeding. curling ulcer يعني ulcer فيها erosion او حاجة موجودة كده على شكل كيرلي اوكي في الجي اي تي طبعا، ويحصل بعديها paralytic ileus absence of peristalsis. ما بيحصلش خالص انه paralytic، بسميها paralytic ileus يعني غياب حركة الامعاء بشكل واضح. gastric distension and nausea lead to vomiting. خلاص في distension وفي nausea وفي vomiting. mucosal barrier become permeable. خلاص الميكوزا جوه البارير اللي هو موجود جوه في منطقة الجي اي تي خلاص هيفتح بقى يسمح بايه؟ طيب permeability allows بتسمح بايه ده؟ overgrowth of GI bacteria gastrointestinal bacteria. bacteria may translocate to other organ causing infection. هتبقى حاجة ممكن تدخل كمان في الدم تعمل septicemia تسمم دموي يعني لو الانفكشن كبيرة، لو البيرن اكتر من 30% for adult اوكي زي ما انا وضحت قبل كده او لسه بوضح انا قلت الكلام ده قبل كده بس معلش مفيش مشكله بوضح تاني. هايبوفوليميا بالنسبه للكارديوفاسكولار سيستم as a consequence of fluid loss. طيب result in decreased perfusion decreased cardiac output. كل حاجه decrease في اي سيستم decrease في البلاد بريشر ما عدا البالس
increase. طيب activation of sympathetic nervous system due to burn shock. طبعا في 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 جت صدمه من الحرق. decrease myocardial contractibility. myocardial contractibility اللي هو ايه؟ عضله القلب مش قادره تشتغل بشكل الشكل بتاعها كانقباض وانبساط بشكل قوي او بشكل مظبوط. انيميا ديو تو ليه بقى؟ انيميا بلاد سيل دامج. لما يحصل بلاد سيل يحصل لها دامجنج بتيجي الانيميا. انكريز هيماتوكريت فاليو ديو تو بلازما لوس، فبيحصل بلازما لوس كمان. كواجيليشن ديس اوردر. في حاجه جميله كده عندنا عايزه بس اديكم معناها، في حاجه اسمها ثرومبو سايتوبينيا. دي ديكريز في البلاتليتس كاونت. اوكي ده معنى ثرومبو سايتوبينيا. انتجومنتري سيستم ديكريز ان فلويد فوليوم ديو تو ايفابوريشن اوف فلويد. طبعا مع الحريق كان الجلد اتفتح فهيحصل ايفابوريشن اوف فلويدز. سيركيوليتنج بلاد فوليوم ديكريز اند ريزلت ان شوك. طيب البلاد فوليوم بيقل، طيب احنا كل قلنا كل حاجات بتقل. طيب loss of fluid through capillary leakage، ان الكابيلري الشعيرات الدمويه حصل فيها ايه؟ leakage يعني تسريب. وبعدين الايفابوريشن هينتج هايبركاليميا كمان due to massive cell destruction تبقى موجوده، وفي هايبوكاليميا occur later. يبقى اولا هايبركاليميا، اما اجيب لك في الاكزام اقول لك هايبوكاليميا is the first that happened in the integumentary system or the effect on integumentary system that happened first. هتقول لي ايه؟ true or false؟ شوف كده افكر واقول. hypokalemia occur later with fluid shift inadequate potassium replacement وanemia due to loss of a red blood cells. طيب loss of skin result in inability to regulate body temperature. خلاص البادي تمبريتشر ما احنا قلنا بيدخل هايبو، بيدخل عيان الاول هنوضح بعد كده، يدخل هايبر هايبوثيرميا وبعدين يبقى هايبرثيرميا. may exhibit low body temperature in early hours زي ما انا لسه بوضح دلوقتي، هتقل درجه حرارته اول ما يدخل المستشفى في الايرلي اورز افتر admission. هايبر ميتابوليزم reset core temperature becomes hyperthermic يبقى يدخل هايبو يطلع، او بعديها بفتره سوري يطلع مش يطلع بقى يبقى hyperthermic. for much of the post burn period even in the absence of infection حتى لو مفيش infection he will get hyperthermia. renal system altered renal function due to fluid loss hypovolemia and decrease glomerular filtration rate. hemoglobinuria decrease urine output due to decreased renal blood flow acute tubular necrosis. وفي عندنا acute renal failure. طيب ايه الاكيوت لوبيولر نيكروزس؟ احنا خدناها في اليورينري سيستم بس هنراجع عليها. از ا ميديكال كونديشن انفولف ذا ديث اوف تيوبولر ابيثيليال سيلز ذات فورم ذا رينال تيوبولز اوف ذا كيدني. يا لطيف. طيب هنا اللي الرسمه دي موضحه بالظبط كل الاي تشينجز في البادي سيستمز. الحقيقه دي برضو حاجه كانها اتجمعت كانها مجمعه لما قيل قبلها، ولكن اللي حابب يبص عليها طبعا ما فيش اي مانع اعرفوها عشان دي اكتر محددة النقاط بشكل concise و specific. complication of burn ايه هي complication؟ early complication like shock و electrolyte imbalance air obstruction hypothermia زي ما انا قلت. طيب acute renal failure و compartment syndrome. دي رسمة compartment syndrome. simply the compartment syndrome is a اصلا is insufficient blood supply to muscles and nerves due to increased pressure within one of the body's compartment such as arm or leg. الرسمه دي او الصوره دي موضحه بالظبط ما هو compartment syndrome.
كل ده بيتجمع insufficient blood supply. طيب لما الدم قليل اصلا لهذه المنطقة مش هيوصل للمصل ولا الاعصاب، ماشي، لان في ضغط زايد في جزء من البادي زي ما انتم شايفين كده، فخلاص خلى الارم او الليج ورمه بالشكل ده. هيترو topic bone formations around joints، بيقول لك ده abnormal growth of bone in non-skeletal tissue، في المكان في المجرى اللي ربنا خلقها ان البون ينمو فيها ما بتنموش فيها، including muscles with tendons and other soft tissues، يعني ده abnormal growth للبون. تخيلوا كده معايا حضراتكم لو في اصلا اصابة جامدة حرق من الدرجة الثالثة او كده، و الدكاترة بيحاولوا يعملوا جرافت وبيحاولوا يظبطوا على قد ما يقدروا، ولكن البون اللي في المكان المعين ده مثلا لو في الالبو البيرن مثلا هيبص تلاقي البون هيطلع كده يشذ عن مكانه، مش هيطلع مش هيبقى زي طبيعي زي الاول. دي اسمها هيترو توبيك بون فورميشن اراوند جوينت، ده abnormal growth of bone in the non-skeletal tissues. اوكي wait for me in the second part of the lecture with Dr. Noura. Thank you very much.